بعد غياب 6 سنوات منذ القمة الاقتصادية التي عقدت في الرياض عام 2013، تعقد القمة العربية الاقتصادية والتنموية في دورتها الرابعة في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة الدول العربية في ظل تحديات هائلة تواجه المنطقة العربية. القمة تناقش عدة ملفات أقرت في مؤتمر عقد في وقت سابق في العاصمة المصرية القاهرة، وتتكون من بنود كثيرة أهمها دعم الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين السوريين والإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى تمكين المرأة والأسرة العربية والطفولة. كما تتناول القمة آليات تفعيل الاقتصاد الحر بين الدول العربية واستراتيجيات القضاء على الفقر، بالإضافة إلى خطط لحل أزمة الأمن الغذائي وإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي ودعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز الطاقة المستدامة في الدول العربية ومبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري في الدول العربية. وكان وزراء الخارجية والاقتصاد العرب عقدوا اجتماعا تمهيديا لبحث جدول أعمال القمة وأعدوا مشاريع قرارات تتعلق بالبنود المقترحة.